تالت مره بقولها بقى. اوعى تفتكروا احنا بنعمل ده ما كناش عارفين ان احنا هنعاني منه. لا كنا عارفين، بس نعاني منه ونغير بلدنا ولا نفضل زي ما احنا والبلد دي ما بقاش ليها مستقبل لينا ومش لينا احنا بقى، ولا حتى لابنائنا يمكن اللي بنتكلم على احفادنا، مش هيلاقوا حاجه. اللي احنا بنتكلم فيه ده اساسيات ما كانش يمكن اغفالها ولا تاجيلها ابدا. ده احنا يا دوبك كده بنحط الدوله على الخط مش كده يا دكتور؟ الدكتور مصطفى بيقول لي اول الطريق. طب اللي احنا كنا فين يعني اذا كنا اللي احنا بنعمله ده اول الطريق؟ طب اللي احنا كنا فين؟ هي دي القضيه، ان احنا لما تعايشنا مع حالنا اللي قبل كده على مدى السنين اللي فاتت تصورنا ان هو ده الطبيعي. لا، اللي انتوا كنتوا عايشين فيه ده مش طبيعي خالص، ده اي حاجه. واحنا ما نعرفش كمسؤولين امام الله اللي هيحاسبنا ان احنا نبقى فاهمين حاجه وما نعملهاش عشان خايفين على يعني الناس تبقى تقول يعني ظلمونا وتعبونا لا، احنا نتعب لاجل بكره ونجني لاجل بكره. هقول لكم على حاجه سمعتها كانت لطيفه قوي. لما اتكلمنا على الرئيس السادات يا كامل وقلنا ان ساعه لما عمل اللي عمله ما كانش ساعتها كل خصومه كانوا كسبانين، كل خصومه ايه ساعتها في الوقت دوت كل الدنيا قطعت مصر، كل الدنيا قطعت مصر. انا متهيألي ان كل 10 سنين بيتكتب له صفحه جديده طبعا عشان يقول له ايه انت انت هزمت خصومك وانت مش موجود. هزمت يا كامل؟ هزمت خصومك وانت مش موجود. الله يرحمك. الله يرحمك. وانت مش موجود كل خصومك اللي قالوا واساءوا وانت مش موجود غلبتهم هزمتهم. فمش شرط كل حاجة تبقى الناس يعني تبقى فاهمها بأهمية وقتها والقرار اللي بيتاخد ليه، مش شرط. لكن ساعات ممكن الزمن بعد كده يرد، وفي النهاية كله قبل ده وده في رب عظيم علام حكيم هو اللي هيفصل بين الناس. واحنا كما المسؤولية بتاعت 106 والضيوف اللي موجودين كمان مسؤولية كبيرة قوي، ويا رب ان احنا نقدر نعدي من اليوم دوت في الحساب يعني.